خلينا نشوف الطاقة تبعت برج القوس كيف حتكون، شو مركز تفكيرهم هاي الفترة، محور تفكيرهم، أفعالهم، الطاقة بشكل عام لبرج القوس. برج القوس من الأبراج الناجحة جدا في الحياة. طلع لك نفس الكرت اللي قبل شوي. رح يكون شهر عاطفي بامتياز، خلينا نقول ممكن يدخل شخص جديد لحياتك يسرق لك قلبك، او في معجب معين له فترة عم بيحاول معك، انت عم تعطيه الفرصة هاي الفترة. ممكن يكون هذا الشخص اصلا قديم ويرجع يقدم لك كاس الحب من جديد، فرح تكون اهتماماتك اكثر اشي هاي الفترة في الامور العاطفية، او طاقتك رح تكون مركزة على الامور العاطفية. خلينا نشوف إذا بهاي الفترة شو ممكن الورق يكون مخبي لنا لبرج القوس. إن شاء الله تكون ورق إيجابي. لأنه برج القوس بيستاهلوا، كل الأبراج بتستاهل طبعا. واو، في قرار يا برج القوس إلك كتير مأجله، بتوقع إنه على الصعيد العملي وحتى ممكن يكون على الصعيد العاطفي، ولكن راح تاخده في هاي الفترة. خليني أذكر الطاقات قبل ما أنسى. في عنا برج الأسد، برج الثور، برج الحمل. ممكن يكون ميزان هذا البرج كمان. في عندك هوائية، طاقات هوائية، طاقات هوائية كتيرة في عندك أكتر إشي، وفي ترابية، في مائية، ف هذا بشكل عام. القراءة ممكن تكون عكسية حبايبي إذا كانت عاطفية، وهي عامة بالعموم يعني، ممكن تنطبق عليك وممكن ما تنطبق عليك، فعادي جدا. هاي مو قراءة خاصة، قراءة عامة. شايفت لك أمنت لشخص يعني كتير 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 بالفترة الماضية، وهذا الشخص ما كان قد الثقة. هذا الشخص خلينا نقول مش غدر فيك، لا ما كان قد الثقة، ما مش لهالدرجة انه غدر فيك يعني، ما بتوقع انه غدر، ولكن ما كان قد هاي الطموحات اللي انت كنت بانيها عليه. شايفك من بعد ما اعطيته كتير اهمية وكتير كذا، شايفك لا اخذت خطوة لورا بعد هيك، او عم تاخد خطوة لورا، عم بتراقب الأمور من بعيد، وهذا إشي كتير عقلاني، إشي كتير ممتاز. عم بتقيم الأمور بعيدا عن القلب والعواطف، عم بتكون بتشغل قلبك وعقلك هاي الفترة مع بعض. عم بشوف أحيانا بتكون عندك طاقات سلبية مثل الحسد، عم بتكون العين عليك كتير يا برج القوس. أنت بتراقبه والله وهو بيراقبك. في شخص ممكن يكون في العمل او في العاطفة، انت بتراقبه وهو بيراقبك، انت بتهتم لشأنه وهو بيهتم لشأنك، في مراقبة ما بين المواضيع، في محكمة معينة رح تكون النتيجة فيها لصالحك انت اكثر. شايفك في عندك كارما، او في عندك انتصار من بعد معركة مع هذا الشخص. هذا الشخص ممكن يكون في العمل وممكن يكون في العاطفة. شايفيت لك انه راح يكون في رجوع لحق، رجوع حق لإلك من بعد هاي المخاصمة، او من بعد ما اتاخذ في حق منك. في عندك كمان غير موضوع الكارما، في عندك
رزقة معينة جاية من شغل جديد، من مشروع جديد، ممكن تكون من نفس العمل اللي انت فيه، لاني شايفتك عم بتركز شوي كمان على المادة هاي الفترة، عم بتحاول تحوش، عم بتحاول بدك اما تشتري مسكن اما تعمل شيء مفيد اكتر، عم بتحاول توازن ما بين العاطفة والعمل. ما من بعد فترة ما كنت كتير عم تهتم بالعاطفة أكثر من العمل، عم بشوفك كتير عم تتوازن بين الأمور، بتوازن بينها. شايفيت لك في شخصين أو ثلاث عم بينقولوا لك كلام مش مزبوط، عم بيحكوا لك شغلات مش مزبوطة، أو هم عم بيحسدوك يمكن، او عم بيحكوا عليك كمان بشكل مش مظبوط، ممكن يكونوا من ابراج هوائية او ترابية، فكون حذر من هدول الاشخاص. كمان هذا الكرت ممكن اشوفه انا عاطفي، خاصة انه هذا اجى فوقه في شخص بيراقبك، في شخص بيحبك كتير، ولكن ما عم بيظهر هذا الموضوع، ولكن قريبا راح يجي ويقدم لك كاس الحب، خلينا نقول، او العواطف اللي كنت تستناها منه، ولكن وقتها راح تكون انت شوي مسكر قلبك، شوي يمكن ترفض هذا الموضوع، انا حاسة، فمش عارفة، حسيتك مش مرتاح لهذا الشخص او لرجوع هذا الشخص او لوجوده حتى في حياتك. خلينا نفتح كمان على العاطفة. شفت كمان بالورق في سفر، في سفرات مش سفر، لبرج القوس. وفي نجاح على الصعيد العملي، الدراسة أكثر إشي، في نتائج حلوة بالدراسة لبرج القوس، آسفة. في أول فترة ممكن تكون شوي حزين، ممكن شوي تكون شهر عاطفي بامتياز. شو طلع لك؟ تو اوف كابس وذا لافرز، يعني احلى من هيك ورق ما بتوقع انه يجي. عم بيكون في اكثر، خلينا نقول، مشاعر بتزداد قوة بينك وبين الشريك، في امور ما كنت تعرفها هو راح يصارحك فيها، مش انه كان يخفيها ولكن كان مستحي يمكن يحكي لك اياها او كذا، ما بس الشمس راح تشرق على علاقتكم، شايفيتك منتصر في هذا الموضوع، وكأنه مش انت اللي راح تعمل الاكشنز، مش انت اللي راح تشتغل. من بعد ما اشتغلت كتير على هاي العلاقة خلاص تعبت ووقفت، فشايفة انه الطرف الثاني هو اللي راح يشتغل على الموضوع اكتر. شايفة في طرف ثالث عم بتفرج من بعيد لكن مش عاجبه الموضوع والسعادة اللي بيناتكم، فشايفيتك ببداية الفترة شوي كنت مكتئب، ولكن على مر يعني مع الوقت في هذا الشهر اللي ذكرناه، هاي الفترة عم تتحسن الأمور النفسية، عم بتحس إنك متملك الشريك وفعلا رح يكون بين إيديك. وهذا الكرت ممكن يكون على فكرة مشكلة عندك بالشاكرات، أو مشكلة يعني طاقة سلبية ممكن أنت تكون مش حاس عليها أو مش عارف إنه عندك طاقة سلبية، فيعني تشيك تستشفي إذا كان موجود هذا الموضوع. عم بشوفك إذا منتصر في العلاقة العاطفية. وفي بداية جديدة للعزاب، بداية حلوة ممكن تكون من شخص برجه ترابي أو ناري،
شخص عم بيقرب شوي شوي منكم، ف حلو انه تعطوه فرصة هاي الفترة. شوف العقل الباطن لإلكم، شو هاي الفترة رح تكونوا مركزين على شو، اكثر شي محور تفكيركم او الامور اللي شاغلة بالكم. اكثر شيء الموضوع العاطفي، شايفه انه راح يصير في مثل تلاحم بينك وبين هذا الشخص في هاي الفتره. عم تحكي له شغلات ما كنت تحكي له اياها، هو عم يحكي لك شغلات ما كان عم يحكي لك اياها، فعم بشوف تقارب، عم بشوف مثل اصلاح للموضوع، مثل تطور، فشي كتير عم بشوفه حلو. هو عم بحاول يمتلكك من بعد ما خسرك او من بعد ما خاف انه يخسرك، فكرت حلو. شوف اذا فيش تحذيرات لبرج القوس هاي الفترة. زي ما قلت لك في عندك طاقات سلبية انت محتاج انه تنظفها بحالك. ممكن تكون حسد، عين، سحر، ما بعرف اي شيء، بس شايفتك عم بتكون على خير هاي الموضوع هاي الفترة، عم بتحاول وعم هاي المحاولات عم بتجيب نتيجة إيجابية. فهذا التحذير كان بالنسبة لإلك. نشوف فيري كارد شو ممكن يعطينا، نصيحة أو إشارة أو أي شيء. شوف شايفتك عم تدخل الروحانيات أكثر، عم بتطبق قانون الجذب، يمكن عم تتعلم بهذا الفيلد، عم بتكون بهاي الفترة بتحاول تكون بروفيشنال فيه، أو بتحاول تتعلم كتير كيف بيكون المديتيشن، كيف بتكون قانون الجذب، كيف الطاقة الكونية بتشتغل. فعم بشوفك بتفوت في هاي الأمور الروحانية كتير 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 يا برج القوس. وهاي بالفعل راح، يعني انت بحاجتها بالفعل هاي الأمور، فأنا بشجعك على هذا الموضوع طبعا، والورق بشجعك. Beginning a new cycle، رح تبلش دورة جديدة، دورة كلياتها خلينا نقول حيوية، أخبار حلوة، سايكل حلوة، رح تنتهي يمكن من فترة الاكتئاب أو الأحزان أو التشالنجز اللي أجوك ورا بعض ورا بعض كلياتهم. فبداية حلوة، عم بقول لك في بداية، إما مع شخص معين أو بشكل عام بداية جديدة في حياتك. كارت كتير حلو. بيقول لك في أحلام أو شغلات أو أمنيات أنت كنت عم تحلم فيها وعم تتحقق هاي الفترة، بس المطلوب منك اللي هي الطاقة الإيجابية والتفاؤل.